احنا ان شاء الله باذن الله يكون في اجتماع لمجلس اتحاد طلاب مصر. الاجتماع ده هنناقش فيه فكره الهيكل اللي هيكون جديد بتاع المجلس. ان شاء الله احنا ناويين نعمل زي ميثاق عمل على مستوى الاتحاد الطلابي على مستوى الجامعات. اهم ملامح ميثاق العمل اللي انت بتقول عليه انا بس مش عايز اقول اي حاجه لانها في الاول وفي الاخر لازم تكون رؤيه الجميع. فاحنا دايما بنحرص يعني ان يكون رؤيه ملامحها بسيطه ملامحها ان احنا حابين ان احنا يعني نتضمن كل حاجه في الجامعات. حابين ان احنا نتواصل مع الطالب بعد سنتين ما كانش في تواصل بشكل مباشر مع الطالب. فان شاء الله باذن الله احنا المجلس هيحدد كل الحاجات دي. انا مش حابب بس اقول اي حاجه الا بالرجوع للمجلس، لان المجلس اتحاد طلاب مصر هو المجلس الوحيد اللي هيخرج منه اي حاجه بتخص الطالب. احنا ناويين زي ما قلت لك الفكره كلها، احنا كان عندنا سنتين ونص انتخابات اتحاد طلبه كانت جايه بنسبه قليله. احنا حابين يبقى في توعيه اكتر، ده اولا. ثانيا ودي الاهم، احنا فكره مشاكل الجامعات دي كلها هتبقى مطروحه. زي ما قلت لك احنا حابين نعمل لجان متخصصه في كل حاجه بحيث ان احنا نقدر نتواصل مع الطالب بشكل واقعي. لو في حلول احنا نقدر نقدمها هنقدمها، بس زي ما انا قلت احنا حابين نرصد كل حاجه موجوده علشان نقدر ان احنا في الاول وفي الاخر نوصل لكل الطلبه. اتحاد طلاب مصر قبل كده ارتبط بالوضع السياسي بالدوله، انت شايف الفتره الجايه هتربط بصرف النظر؟ لا مفيش وجه تشابه. احنا في مرحله مختلفه تماما عن المرحله اللي فاتت، وانا ما بحبش اتكلم في اللي فات. احنا اولاد النهارده، اتحاد طلاب مصر دلوقتي منتخب جديد. اتمنى ان الطلبه تدعمنا واتمنى ان الطلبه تكون في صف الطلاب المتجازين. عندنا مجلس دلوقتي زي ما قلت لك، احنا بس لسه كسبانين بالراحه عليها شويه. المعركه كانت يعني قويه شويه، فان شاء الله باذن الله لما نقعد ونجتمع كل القضايا دي ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيها. يعني معنى ذلك ان عبد الله مش هياخد قرار منفردا دون الرجوع بالظبط؟ لا، مجلس هو ده قانونا، يعني ده قانونا. واحنا دايما بنحب نتضمن هي رؤيه الكل مش رؤيه واحد بس. والمشاده اللي كانت بينكم بره على مستقبل مصر لا بص كل عمليه انتخابيه بيكون فيها بعض الحاجات البسيطه، بس مش عايزين نحسبها. لا، انا في الاول وفي الاخر احنا كلنا زمايل وكلنا على مستوى المستوى، احنا كلنا طلبه وفي الاول وفي الاخر نعرف بعض واحنا كلنا مع بعض يعني. بس ملف اللائحه الطلابيه هل هيتم برضه مناقشته؟ ما انا برضه يا جماعه الملفات، بس الملفات عشان يكون بشكل واضح لازم ارجع لاتحاد مجلس اتحاد طلاب مصر، لان هو المجلس اللي بيخرج منه القرارات، ما ينفعش انا اخرج بشكل منفرد. هل هيكون في مطالب بالمشاركه في قرار قانون التعليم العالي زي ما اكيد؟ بص، قانون التعليم العالي حاجه مهمه جدا، وانا دي لازم، او مشاركه، فكره المشاركه دي ده شيء اصيل وحق اصيل الطالب. بس فكره المشاركه وشكلنا هيبقى عامل ازاي كاتحاد طلاب مصر في اللجنه دي برضه اللي هيحددها المجلس.